لي زامي كدايرين صافا لاباس عليكم جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي عارفه راسي غبرش عليكم وشحال درت لكم شي فيديو ولكن لا زامي والله حتى عندي القرايه والله ما بقيت كنلقى الوقت انا مش كنبغي نصور شي فيديو كنبغي فريمون نكون متفرغه ما ندير والو حتى شي كيكون عندي شي حاجه كديرونجا وانا كنصور كنبقى نحس بتأنيب الضامر انا عندي شي حاجه خاصني نديرها وما درتهاش داكشي علاش كنبغي حتى نسالي باش حتى الفيديو فاش نصوروا يجي زوين ونكون انا راضيه عليه. ايوا لي زعما شحال درت لكم شي فلوغ اليوم غادي نصور لكم فلوغ فيه 2 جوغ ولا 3 جوغ على حساب. اول حاجه غادي نوريكم هي شعري عرفتو مشيت البارح للحمام ايوا قلت بالليل قلت ما غاديش نبقى اصلا نصيب شعري حيت هاد الايام شعري كيطيح ليا بزاف ما يمكنش عرفتي واحد مشيت للحمام انا كنتخلع حيت انا ماشي ما تقوليش لي ما تمشطيش شعرك واخا تقولي ما تمشطيش انا كنبغي نمشط شعري عرفتي البارح كنمشط فيه وهكا هكا كيطيح كل كوبيت. يلا لقيتوني كومونديت واحد الزيت من عند واحد لاباج كنسمع بزاف ديال الناس كيهضروا عليه ودخلت قريت عليه هو 100% ناتشورال غير المهم كيقولوا بلي عليه زوين وحتى داكشي باش مصايب المنافع ديالو زوينه للشعر. يلا خديته غادي نبدا نداوي شعري المهم هذا شعري ما مصايبش درت ليه ديك اللعيبه ديال البوكل بالزيت ايوا صدقات لي يا اختي واخا رجع ما كيشدوش فيه لي بوكل بزاف ولكن راه صدقات شوفوا شحال خرج زوين خرج فن. ايوا لي زامي لقيتوني دابا غادي نلبس حوايجي غادي نمشي عند خوله غادي نصور لكم انا وخوله واحد الفيديو غنحط لكم فلاشين ديالها واحد الفيديو زوين غادي نمشي نصور اليوم اللي النهار ديال التصوير غنبقى نصور معايا ومع خوله وكلشي ولكن قبل ما غادي نمشي عند خوله بيان سيغ انتما غتوجدوا معايا راسي وبغيت نبارطاج معكم واحد الحوايج شريتهم انا اي حاجه كنشريها كنبغي نبارطاجها معكم حيت نعرفكم ديما كتبقاو تقولوا لي سير ما بارطاجي معنا سير ما بارطاجي معنا سير ما بارطاجي معنا وانا ما كنبغيش نسي شي حاجه ما بارطاجهاش معكم انا نمشي نجيبهم ونجي. انا جيت اول حاجه غادي نوريكم هي هاد السبرديله هاد السبرديله ما يمكنش شحال كانت محمقاني وفاش خديتها صيفطوها لي صغيره بنمره نيو بالانس شوفوا شحال فنه الكاليتي كتحمق لي زامي الكاليتي كتحمق ودابا غادي نبدل ناخذ نمره كبر شوف المهم الا بغيتو بارطاجي معكم ني خديتها من واحد لاباج انستغرام سميتها ميزون شوكيزا نبيع شو سناني كيضروني والله خديت معايا هاد السيوربات نوريكم السيوربات خديتها باش نلبسها مع هادي مع السبرديله ولكن ما غاديش نلبسها حتى نبدل السبرديله. هذا الجوغينغ المهم كيجي بحال هكا مقبوط من التحت الكاليتي فنه 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 وهذه القبيه هي راه السيوربات وهي راه اونصومبل اوبس خطا حيت التليفون وهي هذه القبيه مهم لازم انا ديجا قيست هاد السيرفات الصراحه في اللبسه كتجي فنه ودابا غنوريكم واحد الحاجات اللي هما الكود كور ديالي ما يمكنش خديت منهم كاع الالوان وما يمكنش حل سطاون هاد البيريات عرفت انا باش كتعجبني شي حاجه كيخاصني ناخذ منها كاع الالوان ما يمكنش. المهم هذا خديت الكرونه خديت النوار وخديت الباج الناس اللي غيسولوني مي خديتهم خديتهم من نيويوركر بشي 120 درهم وقيله وخديت وحده غوز كومونديتها من شيئين ماشي من نيويورك شيئين غير 50 درهم فراسكم انا غادي نقيسهم باش تشوفهم كيفاش كيجيو واخا دابا انا يمشي هكا واحد شويه خاصني نقاد شعري من معليش نوريكم هادي عاد شوف كيجيو فنين ما يمكنش شحال كيجيو فنين شوفوا من دابا انايا بقى ما غادي كتجي مع البيته ديالي دابا نبان لكم حالتي ولكن المهم شوفوا غير البيريه شوفوا شحال كتجي زوينه كيشوف فنين كيشوف فنين 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 خديت منهم كاع لي كولور حيت انايا هادشي كيسطيني انا هادشي كيحمقني هادشي صغيور كنموت عليه. ايوا دابا غادي نوجدوا راسنا باش عجبتني هاد البيريه وقيلا نخليها لان غادي نلبس واحد اللبسه شويه سبور غاديش نخليها. المهم غادي نديرو مكياج دابا ندير واحد شويه غير شويه 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 باش ما نبقاوش صفرين حيت انا مريضه شوفوا غادي يبان لكم من عيني انا راه مريضه حيت فهاد الجو راه ما كاينش اللي اصلا ما مرضتش غادي نديرو غير شويه ديال المكياج عرفتي عندي واحد المشكله في البيت دابا انا عندي الشرجم هنا وعندي المرايه هنا هاد البيت اصلا في شكل دونك ما كنقدرش نتقابل مع المرايه حيت كنتقابل معاك كيبان لي الظلام كاع ما كيبان لي داكشي مزيان دوك علاش كنتقابل مع التليفون غادي ندير المكياج قدامكم. اول حاجه غادي ندير هي لاكرون ديال الشمس كندير يا اما هادي يا اما هادي يا اما هادي ديال فيشي هادو زعما هنا هادي خواتي اختي بطل الحرام ديجا بارطاجيت معكم الصباح لا روتين ديالي
صراحه هادوك لي برودوي اللي خديت من اوريفلام فنين والله، ما يمكنش عاد شو كندوز دابا يدي على وجهي كنحس بيها رطب. صافي لي زامي، ما غاديش ندير فون دو تان. صافي دابا نوريكم شنو غادي ندير. غادي ندير شويه ديال الماسكارا، سمحوا لي نتقابل مع المرايه ندير الماسكارا ونرجع. عرفتوا تحت عيني كيبان كحل حيت البارح نعست بالماسكارا، عرفتوا دعت لي انا تحت عيني كيبانوا بحال ما عرفتش ما كيعجبنيش هكا، ولكن ماشي مشكل دابا يمشي. دابا لي زامي غادي ندير غير هذا البلاش ليكيد هذا، صافي غادي نديرو هنايا في حنكاتي وفمي شويه وصافي. الله كيبانوا عيني في شكل بحال منفوخين، بقيت كنعس بكري. وصافي لي زامي، هذا هو المكياج اللي كندير. غادي يبان لكم شعري مشي حكاك ولكن ما تديوش عليه. ايوا دابا لي زامي غادي نلبست انسبيرت من واحد الاوتفيت في بانتريست، انا غادي نخلي لكم التصويره ديالو هنايا. غادي نحاول نلبس بحالو، صراحه عندي بزاف د الحوايج بحالو وغادي نحاول نلبس بحالو، وخليكم معايا. لي زامي شوفوا كيفاش جاتني الكاسكيت، انا عجبتني الكاسكيت وغادي نخليها. دابا غادي ندير ريح، عرفتوا واحد لاباج خديت من عندها الروايح كيجيو بحال هكا. دابا كتختاروا الروايح اللي بغيتوا، عرفتوا عندهم الروايح دايرين بحال اوريجينال وحق الله واعرين واعرين واعرين، ماشي كولابوراسيون ولكن واعرين. المهم الناس اللي بغاو ياخذوها راك تبيع باك فيه 4 ب 200 درهم. لاباج سميتها فلوغاليا، المهم هي هادي عندها عندها روايح فني. انا القرا بغيت اسالي وليا كلهم كيعجبني تريح. وصافي لي زعما هذا هو الاوتفيت اللي لبست، بلاش خاصني نوريه ليكم. لي زامي جينا تقدينا انا وخولة. هاي لي زامي لي زامي جينا انا وخولة تقدينا. دابا حتى غادي نصور لكم واحد الفيديو، نصور لكم واحد الفيديو واعر فاشين ديال خولة، غادي نقول لكم فيه بزاف الحوايج بزاف الحوايج اللي عليكم في راسكم. وصافي انا نخليكم لاشين ديال خولة هنا، الناس اللي ما عندهاش لاشين ديالها دخلوا عندها، راه كنديروا فيديوهات انا وياها. الناس اللي ما كيعرفونيش دخلوا لاشين ديالي تلقاو بزاف الفيديوهات. ايوا صافي لي زامي خليكم معانا. لي زامي انا جيت قبيله من عند خولة، عرفتوا جيت وانا جبت عليها بواحد النعسه، ما يمكنش كثرت لينا الكوزه في ديك لاباط، عرفتي الكوزه كتجيب النعاس وكتجيب الدوخ. عيني بان لكم منفوخين، وجهي مخربق، ماسكارا ضيعه، وشعري مشعكك. فقت تقول ماما يلاه نمشيو نتعشاو برا، وانا هي بيان سي وما غاديش نتقل العشاء. صراحه والله ما كنت باغي غير نجي، ولكن بقيت كنفكر وانا ناعسه كنقول نعاس غنجي وغنعس، اللهم نمشي نعاس غنجي وغنعس. صافي وانا نوض نلبس غير واحد السيرفيت عمل لكم بحال هكا، المهم غير السيرفيت الجاكيطه. صافي وشعري بقى مشعكك حيت زربوني بزاف، قلت نجيبكم معايا بما انكم كدوزوا معايا هاد لي دو جوغ ولا لي تخوا جوغ. مستحيل، عرفتو الجهد باش نقاد الفطور غير مكيهز، ولكن ماشي مشكل غناكلو البنان. نقولكم واحد الحاجة، أنا مكناكلش دانون، مكنشربش داناب، مكنشربش طريبي، دانون واحد اللي كناكل هو هدا، هدا شي مرات كناكل بيرل، شي مرات، ولكن هدا هو اللي كناكلو ديما.
صافي لازم انا غنفطر باش نمشيو باقا تبع على الطريق عشان اليوم الحد الطاكسيات ما كيكونوش. صافي يلا لازامي هاي نهار جديد. البارح مشيت للمدرسه وجيت جيت نعس عرفت شوفت مع 8 الصباح جيت عيانه جيت بقيت ناعسه وفقت بالليل. وصراحه كنت باغا نكمل لكم الفيديو البارح ولكن ما قدرتش ما كانش عندي الانرجي باش نصور. والبارح مشيت خارجه من المدرسه مشيت للسوبر مارشي تقدت لعيبات حيت صراحه البارح كنت مشي هي لابار وكنت مجايه للدار معوله طيبه ولكن راه جيت عيانه اصلا وجيت للدار اصلا كنت مدايره الغدا وما طيبتش وصافي. وخليتها حتى اليوم وكاينه بوحدي في الدار قلت بلا ما ناكل شي حاجه من الزنقه اجي نطيب لابار وطيبوها معايا اش بان ليكم بلان بلا توريكم التقادير اللي تقديت تسنى لا انا راه ولات حادقه ما تعرفونيش ولكن شوفوا ايه طرت 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 كنطيب لي بار دابا ما عرفتش علاش ماما ما علمتنيش نطيب حيت عندها بزاف البنات واقيلا ما علمتهاش طيب. خديت تاكلياتيل وخديت ويلي خديت لاصوص طوماط وخديت لاكريم درتها في الثلاجه حيت خفت تخسر ليا. المهم خديت الفرماج لاكريم دجاج عندنا. دابا انا ما عرفتش واش نطيب بلاصوص طوموط ولا نطيب بلاصوص شامبينيا شنو تبان ليكم. دخت لاصوص طوموط ولا لاصوص شامبينيا وقيلا غادي ندير لاصوص شامبينيا شنو من بعد ندير تشل غدا ولا بالليل ندير لاصوص طوموط ياكو. صافي بلا ما ندير لاصوص طوموط ندير لاصوص شامبينيا. ايوا نتوما غادي تطيبو معايا تسناو انا جايه. كنتفكر شنو غنحتاج في 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 التقليه. الشامبينيو هو كاين دجاج كاين لاكريم كاين الثومه البصله زيت العود. صافي لازامي يلاه نطيب. صافي لازامي خذوا مقله وحكوا ماشي حكوا حكوا الثومه وقطعوا البصله قطعوها رقيقه باش زعما كنعطيكم لي زانغريديون. وي دابا كنعطيكم لي زانغريديون مهم زعما ولكن شوف راه حتى كتجي بنين الصراحه انا غرقلتهم اصلا. المهم حكوا البصله حكوا الثومه وقطعوا البصله رقيقه. انا البصله لقيتها منقيه ماما دارها في الثلاجه وقال شاطر عليها من شي حاجه. صافي وزيت العود وخليهم شويه يديروا البوطه فهمتوني. المهم صونا عليا الليفر دابا قال لي جيب لك شي حاجه ما عرفتش شنو جيب الصراحه. يا ربي كون جيب غداك الزيت ديال الشعر حيت دابا هو اكثر حاجه كنتسنى ومع السبت والحد ما كيليفريوش عرفتو من نهار الجمعه وانا كنتسنى فيه. يا ربي يكون غير هو اللي جاي اش كنتسنى فيه باغا ندوش وما بغيتش ندوش تنديرو الشعر وشوفوا العكس. داروا لكم انا زعما شنو درت قبل ما نهبط عند الليفر واي حاجه وصلتني غادي نبارطاجيها معاكم. المهم دابا طفيت البوطه اختي حيت كنخاف من العافيه درت البصله والثومه وزيت العود تشحروا تشحروا شويه وزدت عليهم الدجاج وهنا درت طاكلياتيل كطيب بقى ما طابت شاربه ما تعجنش ليا. المهم انا زعما انا غنهبط عند الليفر بالزربه وغنطلع. صافي وصلني الزيت شوفوا. المهم الناس اللي غيسولني على الثمن 200 درهم ولكن راه قريت عليه واعر شفت بغيمهم بزاف ديال البنات كيجربوه. صافي او لا لا شوفوا شوفوا الزيت باش نوضح الكاميرا هو كيجي هكا في 100 مليلتر وزيت شكوك صحراوي. المهم لازاني هاد الزيت راه 100% ناتشوغيل وانا ما غاديش ناخذ شي حاجه غير هكا كما راكم عارفين باش هاد الايام شعر فريمون خفاف. شوفوا خفاف خفاف بزاف عاشو معاه ولا اصلا قطعته ولا شويه خفاف صافي ولات كنتعصب باش الحمام كيهبط ليا بزاف وانا بغيت شي حاجه ناتشوغيل 100% حيت داكشي اللي تكونوا فيه لي برودوي شيميك كاع ما كيكون زوين. صافي وقلبت على هاد الزيت فيه بزاف ديال الاعشاب اللي كيقويو الشعر كيخلي واحد لابريونس في الشعر. انا غادي نسالي غادي نديرو في شعري ما غاديش نمشي في الحمام حيت الحمام كنت فيه غير البارحين غادي ندوش غير الدار. خاصكم تخليو واحد ساعتين في شعركم قبل الدوش باش هكا كيعطي المفعول ديالو في الشعر وابقي كدوشو حتى شعركم مزيان باش ما يبقاش مزيت. المهم هو هذا لازم الا بغيتو تاخذو نخلي لكم لاباج هنايا. لازمي هاي لاصوص طابت ما صورتش لكم لي زيتاب. صافي درت غير الدجاج فوق منو درت الشامبينيون حكيت شويه الكوزه وزدت لاكريم وصوص صوج هادشي اللي كاين شي حاجه خارقه للعاده تقدروا تصيبوها لراسكم ساهله زعما ماشي شي حاجه شي وصفه. لامي ها هي لي بات باش نبان لكم كلها مغطيه بالفرماج حيت انا كيعجبني كثر الفرماج.
المهم انا باقا ما ذقتش، بغيت نوريها لكم من التحت. صراحه كتشهي، دابا نذوق. غادي نذوق وغنقول لكم بصراحه، واخا اني طيبها والله ما نكذب عليكم، انا عارفه راسي ماشي ديما كتصدق ليا الماكله، واخا كنقول نفس الوصفه ماشي ديما كتصدق ليا الماكله وكنقول نفس الوصفه زعما ما كتصدقش ليا الماكله ديالي، ولكن هادي شكيت فيها كتشهي هي تقدر تمحرت. باش بغيت نهز كلشي بسم الله. باش راه ندوق انا مش قنعتش الدوقه الاولى، ولكن راه بنينه، ولكن بلاتش نزيدو دوقه اخرى. تبارك الله عليا ما عندكم ما تقولوا، فنة جوج فنة لي زامي، فنة 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 صافي لي زامي. دابا غادي نمشي ناكل ولا غنمشي نتفرج في شي فيلم، هنا غادي يكون سالا لا فيديو ديالي، جيسبيغ يكون عجبكم لا فيديو ديالي، دوزتو معايا هاد 3 جوغ، ولا عجبكم لا فيديو ديروا ليا لايك، خليو ليا كومونتير زوين وبارطاجيو مع صحابكم، وباي باي عليكم.